هنروح لأحد الألعاب اللي شهدت طبعاً دروب كبير السنوات اللي فاتت في النادي الأهلي، ألا وهي لعبة الغطس. النادي الأهلي بعد 20 سنة استطاع أنه يفوز بدرع الغطس أو بطولات الغطس على مستوى الجمهورية، في إنجاز كبير الحقيقة. وغاب عن النادي الأهلي لمدة 20 سنة، ولكن كابتن طبعاً وائل عزت رئيس الجهاز، وأقول لحضراتكم مين الجهاز الفني بالكامل للغطس، استطاعوا ان هم يشتغلوا اخر 4 5 سنوات على الغطس، وكان طبعا بكوره هذا العمل هو الفوز بدرع الدوري بعد غياب 20 سنه الحقيقه عن النادي الاهلي. طيب بيتكون الجهاز الفني والاداري مين؟ كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز العاب الماء، وعمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه، وطارق جمعه المدير الفني، ومحمد العسال المدرب العام، ومنى الهجراسي مدير الاكاديميه، واسامه كساب المستشار الفني. ويضم الجهاز الفني ايضا كل من عمرو الكاشف ونرمين وائل وداليا حتحوت ومحمد الدرديري ونورهان عبده وهنا هاني ومحمد كمال اداري فريق الغطس وعبد الخالق عثمان مخطط الاحمال. ده كان طبعا جهاز كره الغطس، واكيد اكيد ان شاء الله هيكونوا معانا وهنتكلم على هذا الانجاز الكبير في حلقه من الحلقات، بس على الله ان شاء الله نحاول ده قبل رمضان، لو ما كانش اكيد هنحاول نجيبهم معانا في شهر رمضان الكريم باذن الله.